مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من المشهد اليمني. نناقش فيها انتفاضة سجون صنعاء، كان آخرها مجزرة السجن المركزي في صنعاء التي قتل فيها 5 سجناء وصيب آخرون نتيجة التعذيب وحرمانهم من الطعام وممارسة التعذيب النفسي والجسدي ضدهم. أيها الإخوة، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء موجة عنيفة من الاعتقالات التعسفية من قبل الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين جمعا، وتم تحويل الكثير من المنازل إلى سجون سرية لاعتقال المعارضين. وتفيد الإحصاءات أن العاصمة صنعاء هي الأكبر من حيث عدد المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين أيضا، والذين يتعرضون لأصناف التعذيب على أيدي هؤلاء الانقلابيين الحوثيين. منذ اجتياح الميليشيا العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014، شهدت اليمن أعنف موجة اعتقالات تعسفية شنها الحوثيون ضد مناوئيهم من نشطاء وسياسيين وإعلاميين، وتعج معتقلات الحوثيين بالمئات من المعتقلين تعسفيا. آخر جرائم الميليشيا ارتكاب مجزرة داخل السجن المركزي بصنعاء راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلا وجريح. وأكدت مصادر من داخل السجن أن سبب تلك المجزرة كانت موجة غاضبة أصابت السجناء جراء قيام أحد الحراس الحوثيين بالاعتداء على والدة أحد السجناء التي جاءت لزيارته، وأدى ذلك إلى قيام احتجاجات كبرى من داخل السجن واشتباكات بين السجناء وحراس السجن الذين قاموا باستخدام القوة المفرطة. أكدت التقارير الحقوقية أن الميليشيات اعتقلت أكثر من 4800 معتقل وزجت بهم في سجونها، وبرغم المظاهرات والاحتجاجات المنددة بجرائم الانقلابيين وانتهاك بحق اليمنيين والمطالبة بإطلاق سراحهم، لم يتجاوب الانقلابيين لتلك النداءات بل زادوا من جرائمهم. وتؤكد الإحصاءات أن العاصمة صنعاء كانت الأكثر في عدد المعتقلين والمفقودين، والذي بلغ أكثر من 1973، تلتها محافظة الحديدة غربا بعدد 1035، ثم محافظة إب وسط البلاد بواقع 871 حالة. وتشير التقارير الحقوقية أن الميليشيا اعتقلت 91 أكاديميا وأستاذا جامعيا و15 صحفيا، لا يزالون يقبعون في سجونها ويمارس بحقهم شتى أصناف التعذيب والتنكيل. ويؤكد مراقبون أن العاصمة صنعاء تحولت إلى سجون سرية للانقلابيين ولا تستجيب لنداءات المنظمات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني. أيها الإخوة، نرحب معنا في استوديو البرنامج بالأستاذ عبد الله المفلحي، سياسي يمني وعضو مؤتمر الحوار. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أيضا من عدن معنا المحامي الأستاذ محمد النقيب، وهو منسق اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. وأبدأ الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله. يعني الحقيقة كون صنعاء بعيدة إلى حد ما عن كثير من العراق، لكن يبدو أن موضوع الاختطاف والتعذيب والسجون السرية يبدو أنها الوجه الآخر القبيح فعلا لهؤلاء الانقلابيين الذي يمارسوا في صنعاء وفي أماكن أخرى بعيدة عن الضوء، يعني خاصة إذا ما وجدنا مصطلحات الاختفاء والتعذيب والتسميم، ويعني هناك أكثر حقيقة من خبر مؤلم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. شكرا لك أخي مبارك، شكرا لقناة الأخبارية لاستضافتنا.
الوضع اليمني شائك منذ 21 من سبتمبر من عام 2014 عندما اغتصب الحوثيين بشكل عام دستور الدولة الكامل، ومن بعدها زحف على الحوثيين وأعوانهم من جماعة المخلوع صالح إلى المحافظات. تعرض كثير من اليمنيين النشطاء السياسيين إلى الاعتقالات، وكان على رأسهم وزير الدفاع وقائد الأمن السياسي في محافظة عدن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس، ومن قبلهم أثناء الأمن المركزي أحمد عبيد المرقشي الذي لازال في سجون العاصمة صنعاء حتى يومنا هذا، وكثير من المعتقلين، وعندك قائد لواء 115 في أسر رجب. هؤلاء القيادات السياسية لا زالت في لا نعلم عنها شيء، حية أو ميتة. كثير من أساتذة جامعة صنعاء، كثير من أساتذة جامعة عدن موجودين لرهن الاعتقال حتى يومنا هذا. 9,144 من مجمل المحافظات اليمنية و 1150 شخص لا زالوا حتى الآن معتقلين من المناطق الجنوبية. المعتقلات بشكل عام أوفدتها كثير من المنظمات الدولية، ذكرتها في كثير من المواقع في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، كذلك مركز التحالف العربي. يعلم كثير من الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني بشكل عام، وبالأخص كتاب وصحفيين وأساتذة جامعة وطلاب ناشطين. نعم. مأساة الشعب اليمني مأساة كبرى منذ الانقلاب 21 سبتمبر الذي قامت فيه الفئة الباغية على هذا الشعب، والذي أدت إلى كان قبل الأسبوع قبل الماضي في السجن المركزي مقتل 5 كما ذكرت وجرح 47. أحس بالكرامة عندما تهان أم تأتي إلى زيارة ابنها فيقوم بالاعتداء عليها لأنها استنكرت المعاملة الغير إنسانية الذي تعرض لها ابنها وزملائه في السجن. فأقامت هذه الأم وكثير من أمهات اليمنيات رابطة أمهات المعتقلين في اليمن. تحول الآن للأستاذ عبد الله، أستاذ محمد النقيب. أستاذ محمد، يعني الأمهات أنفسهن يعني صرخنا، نقلنا أخبار من داخل السجون، يعني المجتمع المدني وصل حقيقة إلى صور من التعذيب، لكن ما زال الحقيقة المحامون أو يعني بعيدين إلى حد ما عن كشف هذه الصورة وتوثيقها بما يليق بها حقيقة كجرائم. يعني لست معي؟ يعني أشكرك أخي، وأشكر هذه القناة الرائعة، وأشكر جميع ضيفك وجميع السادة المشاهدين. حقيقة أخي هناك قصور كبير في القيام بالدور الذي ينبغي أن يقام به لتوثيق حالة الانتهاكات التي تمارس من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع، لأن هذه الممارسات التي يندى لها الجبين تتجاوز المعقول، ويص هناك عدة أسباب وراء عدم القدرة على القيام بالدور المطلوب. منها أخي أن هذه الميليشيات تتعقب كل من يرصد انتهاكاتها، لأنها تريد إزالة أو محو آثار تلك الجرائم التي تقترفها، لأنها تدرك بأن هذه لعنة ستلاحقها عبر الأجيال، وليس فقط في المحافل الدولية وفي المحاكم والجهات ذات العلاقة. لذلك تحرص بكل ما لديها من أجهزة وكل ما لديها من أدوات قمعية على تعقب كل الناشطين الذين يسعون لتوثيق هذه الحالات وهذه الانتهاكات ورصد هذه الممارسات التي تقوم بها الميليشيات ضد المعتقلين. وما يتم هو يعتبر الحد الأدنى مما ينبغي فعله مما هو مطلوب القيام به، فما يتم رصده من هذه الانتهاكات لا يتجاوز نسبة 20-30% في أحسن الحالات، لأن هناك أخي من ينتهك حقوقهم ومن يمارس عليهم أبشع أنواع التعذيب، ولا يصرحون ببنت شفاه لأسباب منها بأنهم يتخوفون على أسرهم التي تقبع في تلك المناطق التي ما زالت تخضع تحت حكم تحت سيطرة الانقلابيين. وهذا أخي ما يجعل فرق الرصد والتوثيق
تعاني من شحة فيما يتصل بتوثيق الحالات، وإن وثقتها فتظل قاصرة ليست بالشكل المطلوب، وما يتم توثيقه بالشكل المطلوب يتم إصداره عبر العديد من التقارير، والتي سأصدرنا منها في المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية تقرير الموت تحت سياط التعذيب، وثقنا فيه تلك الحالات والانتهاكات. أما نعم ما يتصل بجزئية نعم المركزي، نعم أستاذ محمد، اسمح لي معي من صنعاء الآن صوت ينقل الحقيقة حقيقة، وهو شاهد على هذه المأساة. يعني معنا من صنعاء على الهاتف الآن أم عبد الله، رئيسة رابطة أمهات المختطفين. أهلا ومرحبا بكم عبد الله. حياكم الله، اهلا وسهلا. عبد الله، يعني حدثينا عن الموقف الذي جرى لك، يعني بالتفصيل، خاصة الذي حصل داخل السجن المركزي في صنعاء يوم الخميس الماضي. طبعا احنا رابطة امهات المختطفين لنا نعمل من في هذه الرابطة خلال سنة من المتابعة والأنشطة المختلفة التي نقوم بها لمتابعة أبنائنا المختطفين داخل السجون، سجون الحوثي وعلي صالح. هذه الرابطة تشكلت من جهود كثير من الأمهات التي عانين قبل فترة، فنظمنا جهودنا في هذه الرابطة بحيث أن احنا تكون مطالبتنا مطالبة منظمة. نعم. طبعا لا أحد يعمل في هذا المجال في هذا الوقت في صنعاء إلا رابطة أمهات المختطفين بالأنشطة التلمية والوقفات وغيرها، رغم ما نعاني من ضغط واعتداءات وضرب وغيرها، إلا أننا نؤمن أن قضيتنا هذه قضية عادلة، ولا بد أن نتابع هذه القضية لأنها قضية تهمنا نحن أمهات لأبنائنا، وهي قضية حق وقضية إنسانية في المجال الأول. نعم. لا شك أنكم سمعتم كلكم ما حصل لإحدى الأمهات داخل السجن المركزي. هذه أم مسجون من القضايا الجنائية وليس من المختطفين، ولكن هذه المعاملة تعامل بها كثير من النساء عندما يأتين بزيارة أبنائهن أو متابعة بعد أبنائهن. يقوم كثير من هؤلاء ما الذي حدث؟ ماذا فعلوا؟ قدمت هذه الأم، هي كل أسبوع متعودة أن تذهب لتقدم الأكل لابنها أسبوعيا. طبعا في صنعاء السجون لا يجد المساجين ما يأكلوه داخل السجن من شحة الأكل وسوءه، فالأسر تتكعف أو تعاني من أنها تعطي أبنائها ما تجود به هي، تمنع أنفسها علشان تأكل أولادها. فهذه الأم كل أسبوع تذهب بأكل كثير لابنها ولمن حوله من المساجين. فحدثت مشادة بينها وبين حارس السجن، فقام بلغمها، فثار أصحاب السجن جميعا، لأنها يعني يعتدوا على أم كبيرة في السن، وأيضا امرأة تعطيهم كل أسبوع تغذيهم تأكلهم، فهم متجملين منه. فهذا أثر السجون، وتم التعامل معهم بعد ذلك بقسوة وعنف. أول مرة يا أخي، أول مرة في تاريخ اليمن تهان النساء، أول مرة في تاريخ اليمن لا يعتبر من المرأة كرامة وحق، وخاصة الأمهات في اليمن مقدرات ومعززات ومكرمات، لكن في وجود هؤلاء الميليشيات ووجود هؤلاء الشرذمة الطاغية يحدث للنساء مثل هذه الأمور. نعم. تم الاعتداء علينا ونحن واقفات في أكثر من مكان بالضرب. تخيل أنه يأتوا ليضربوا النساء لأنهم واقفات وقفة سلمية يطالبين بالإفراج عن أبنائهن. ما حدث هكذا في تاريخ اليمن. كان اليمني أو الشيخ أو غيره إذا جاءت المرأة تحرق خمارها فإنها هذه مصيبة كبرى عند المشايخ لا يرجوها. نحن لما عملنا هذه الحركة وأحرقنا ستارة أمام المكتب السياسي وأمام المجلس السياسي الأعلى
لهؤلاء الناس، تم التعامل معنا بقسوة وتم تعنيفنا ودفع هذا المعلم بأقدامهم داسوا عليه. فهذه الذي نعانيه نحن في صنعاء بهذه القسوة من هذه الشرذمة. يخفوا أبناءنا بالستة أشهر بالسنة ولا ندري فينهم، نبحث عنهم في كل مكان، نترجى القاصي والداني حتى يدلنا على مكان أبناءنا. نعاني معانا أمهات كثيرات يموتين دون أن يعلمين أين أبنائهم. أم عبد الله كيف وضع السجن، وضع داخل السجن، كيف وضع المعتقلين، كيف وضعهم داخل السجن؟ وضعهم مأساوي جدا جدا. أنت تعرف يا أخي إحنا عندنا في صنعاء خبز صغير اسمه الكدم، يعطوا للشخص الواحد 2 كدم طول اليوم. يعني تخيل الأكل لا تأكله حتى الحيوانات، لا يوجد دواء، لا يوجد فرش يجلسوا عليه يحتموا من هذا البرد. نوفر لأبنائنا كثير من هذه الأشياء وفي الأخير يساطروها عليهم في سجن في الأمن السياسي، وهذا أسوأ سجن من السجون. يمنع علينا أن يدخلوا لأبنائنا حتى الملابس الصوفية أو الشتوية أو البطانية أو شيء يقيه من هذا البرد الذي نعيش فيه. نحن نعيش في برد قارس. الأدوية تمنع عنهم، يضربوا، يعلقوا معاناة شديدة، يقهرون. نروح للزيارة يا أخي، نسير الأمهات تسيرين الزيارة ويشوفين أبنائهم. العدد كبير أم عبد الله، هل لاحظتم أن العدد كبير داخل السجون؟ نعم، يعني مكتظة السجون، مكتظة جدا. نعم. بالأعداد يمسكوا الناس على ذمة الشرعية، أنهم موالين للشرعية وأنهم كذا من بالمئات مش بس بالآلاف. نعم، شكرا أم عبد الله. شكرا لك أم عبد الله، شكرا لك. يعني هذا جانب حقيقة مظلم من الصورة التي السائدة هناك حقيقة في هذه السجون المعلم منها والسري. أعانكم الله ونصركم والنصر قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أم عبد الله، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كانت معنا مباشرة من صنعاء. شكرا لك. تفضل أستاذ، تريد تعلق على الكلام الذي سمعناه الآن؟ الكلام طبعا، الحركة الحوثية حركة غير إنسانية بكل معنى الكلمة، لتعاملها مع المعتقلين سياسيا. يعني اعتقال الرأي، رأيك أو رافض لشيء يعني أنت لا تؤمن فيه. الحركة الحوثية حركة قد ربما نصنفها نحن بالشارع اليمني كحركة إرهابية لم يعتمدها العالم، لكن نحن نراها كذلك، غير إنسانية. ما تعمل هو على المستوى اليمني لا يقبله إنسان، سواء من بالنسبة للمعتقلين في السجون أو لشتى مناحي الحياة، من تفكير منازل، من تفكير مساجد، ديور علم، أمور لا يقبلها الإنسان. حركة قهوية لا تمثل اليمنيين ولا تمثل شريحة اليمن الكبرى لما سارت عليه اليمن على عقود. باخذ برضو تعليق سريع ايضا من ضيفي من الاستاذ محمد. ايضا نريد ان تعلق على ما ذكرته الاخت ام عبد الله، ايضا نقلت لنا صوره من هناك. نعم اخي، حقيقه ما تقوم به الميليشيات هذه التي اسقطت كل القيم والاعراف والاسلاف والتقاليد، ان ياتي احدهم ليعتدي على امراه وتبحث اتت الى تلك الى ذلك المعتقل لتزور ابنها المعتقل ويقوم بالاعتداء عليه. هذا اخي سابقه لم يقم بها. لكن استاذ عبد الله، استاذ محمد لو سمحت لي، لكن مثل هذه الاحداث، يعني الا تكفي في انكم ترفعوا الصوت وتدخلوا الى هذه السجون وتطالبوا بالوصول اليها كحقوقيين؟ يعني حقيقة أخي، هذه العصابات لا تؤمن بلغة العقل ولا بلغة الحوار، ولا تؤمن بحقوق ولا تؤمن بحريات. هي لا يبيد معها إلا ما تقوم به الشرعية والتحالف العربي، لأنها إذا كانوا يقبلوا عقل أو منطق ما التفوا على المبادرة الخليجية التي حرصت على أن
توقف أي إذاقة للدم اليمني وتعالج المشكلة بالحسنى وتخرج الناس إلى مخارج سلمية بهدوء وبطريقة بعيدا عن العنف. نعم. إلا أنها رفضت كل ذلك ونسفت كل تلك المواثيق والاتفاقيات. نعم. فما بالك أن يأتي فريق رصد، إلا أنه رغم كل تلك المرارات لا يمكن هذا الملف حاضر، هو حاضر بقوة، إلا أنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، لأن الذين يقطعون خلف القضبان هؤلاء أيها الأخي الكريم هم ثلة من المناضلين الأحرار، من الأكاديميين، من الإعلاميين، من ثوار 2011، من طلائع الشعب اليمني الذين طيب. لا يؤمنون بالعنف ولا بالدماء. سأعود لك عشان أختم بالسلمية. نعم سيد محمد، سأعود لك الآن لأختم معك أيضا سيد عبد الله. ومع هذا ما زالت الأعداد والأرقام مجهولة، على الرغم من مطالبات الحكومة الشرعية ومطالبات الشعب اليمني بالإفصاح عن الأرقام عن الأعداد منذ مؤتمرات الحوار ومنذ مؤتمر الكويت وكلها، وإلى الآن الأرقام مجهولة ولا زالت حتى الساعة في منذ نزول حكومة الشرعية إلى العاصمة عدن لا زالت الاختطافات، لأن في تأييد الآن، في حراك شعبي على مستوى أرقام معينة من الجنوب الآن وصلت مثلا محددة الآن أرقام يعني من المختطفين اللي وصلت حسب وصل الأمم المتحدة 9444 إلى 10000 معتقل. محافظات الجنوب فقط؟ لا، محافظات عدة محافظات شمالية. شمالية. بالنسبة للجنوب 1150 معتقل لحد الآن الذي لم نعرف أين هويتهم. مجهول مكانهم. مجهول. عرفتوا أماكن أحد منهم يعني؟ في مجموعة منهم موجودين في سجن المركزي في إب. وفي مجموعة في صنعاء، والباقيين مختفين لا نعرف عنهم شيء. هم عندهم الآن يمارسوا حتى عملية التسميم، يعني في الصحفي محمد عبده يعني قتل بالسم، سمم داخل المعتقل أيضا. فهناك كمان أيضا المعتقل الموت يعني البطيء يعني. يعملوا لها كمان أمور المختطفين، يعملهم واجهات عسكرية، متارس حرب يأخذون المعتقلين يعملهم. عندك ما حدث كمان في الانتفاضة اللي حصلت في صنعاء الأسبوع قبل الماضي، في إطار الحركة هذه اللي قام فيها هذا الحوثي في الاعتداء على الحرمة. نعم. والفوضى اللي حصلت هي ذات عملية مزدوجة، منها إخضاع المساجين وتعذيبهم، ومنها تهريب آخرين من مجرمين الحركة الحوثية اللي كانوا محكوم عليهم بالسجن. أخرجوا لي يشاركوا اللي يشاركوا مع شاركوا في القتل. السلام محمد. أستاذ محمد، هذا أبسط الأشياء هو حصل الأرقام ومعرفة الأرقام يعني. نعم. إلى الآن أنتم أيضا ما وصلتوا إلى إحصائيات وأرقام، الأستاذ عبد الله ذكر بعض الأرقام يعني. نعم أخي، نحن أصدرنا في سبتمبر من العام الفائت تقرير تحت مسمى الموت تحت سياط التعذيب، التي أطلقته المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية بمحافظة تعز، وثقنا إلى من سبتمبر 2014 حتى سبتمبر 2016 57 حالة تعذيب. طبعا زادت الحالات بعد 57 حالة موت تحت التعذيب، هذه التي تم توثيقها، لأن هناك أخي حالة رصد وهناك حالة توثيق. الرصد هو أن تسجل أرقام وتفاصيل محدودة، والتوثيق أن تقوم بتوثيق تلك الحالات بعدة خطوات، منها الاستمارات ومنها البيانات ومنها تجهيز ملف متكامل عن كل ضحية من ضحايا التعذيب. نحن في فريق الرصد للمنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية حتى سبتمبر 2016 وثقنا 57 حالة، إلى الآن ارتقت إلى 74 حالة من ماتوا تحت سياط التعذيب. وثقنا حتى سبتمبر 274 حالة تعذيب مستمرة ما زال يمارس. وثقنا أخي 4698 حالة تعذيب عامة، لأن هناك تعذيب جسدي وهناك تعذيب حتى الموت وهناك تعذيب نفسي. هناك 34 وسيلة من وسائل التعذيب تقوم بها الميليشيات ضد المختطفين. هذه الأرقام أخي هي الحد الأدنى مما يتم اقترافه من انتهاكات. نعم. وما تصاعد خلال الفترة الأخيرة، لأن كلما ضاق الخناق على الميليشيات وعلى الانقلابيين كلما اشتد وطأتهم بالاعتقال والتعذيب
وإفراغ نار غضبهم على أولئك العزل الذين يقبعون خلف القضبان. نعم، هل وصلتم بالأرقام يعني لعدد المعتقلات السجون؟ يعني هل لديكم رقم تقريبي؟ نعم، لدينا في عدد المعتقلات 400 ويعني ما يقارب 500 معتقل، هذا ما تم تحديده ورصده. هناك أخي معتقلات مجهولة، هناك معتقلات بشكل عشوائي، زنازين وبداريم وأماكن مهجورة، حولوا المدارس إلى سجون، حولوا الملاعب إلى سجون، حولوا المؤسسات الحكومية إلى سجون، وما يخفى عن الراصدين أكثر مما بدا. نعم، هذه المعتقلات التي في حدود 484 إلى 490 التي تم رصدها. نعم، يعني نعم، فيها أنواع مختلفة أخي من الانتهاكات والتعذيب. نعم أستاذ، اسمح لي أستاذ محمد، لما يقارب 12 ألف مختطف. نعم، اسمح لي والأرقام بتزايد يومي. اسمح لي أستاذ محمد، انتهى الوقت التي تقوم. أعتذر منك أستاذ محمد، يعني انتهى الوقت. انتهى الوقت، اسمح لي أستاذ محمد، يعني معي بس دقيقة لضيفي هنا. هذه الآن أماكن معروفة وأعلن عنها الآن، معتقلات معروفة الآن، يعني ما الذي يجب أن تفعله الحكومة الشرعية الآن في التعامل مع المنظمات الوصول لهذه المعتقلات؟ ما الذي يجري فيها ومن فيها ومحالهم؟ يعني الآن معروفة هذه الأرقام التي حددت الآن. على حكومة الشرعية وعلى فخامة الرئيس هادي الإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ أو إعلان الدولة الاتحادية حتى يتلاشى كل الآمال ونصبح في يمن جديد بعيد عن المعتقلات والزنازين، أو دخول صنعاء وتحريرها بالكامل بأسرع وقت ممكن. وماذا عن المعتقلات هذه؟ ما الذي يجب أن يفعله الآن بشأنها؟ إذا 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 تم تحرير المحافظات اللي بيد الحوثيين عسكريا سيتم تحرير المعتقلات والمعتقلين سياسيا وقسريا، لكن في إطار التباطؤ سيزيد الهم وتزيد المآسي. شكرا لك، شكرا جزيلا لك ضيفي في حلقة الليلة. الله يسلمك. الله، كان معي هنا في استوديو البرنامج الأستاذ عبد الله المفلحي، عضو مؤتمر الحوار والسياسي اليمني، وكان معنا مباشرة من عدن المحامي محمد النقيب، منسق اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب. شكرا لك يا أستاذ محمد، وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم مشاهدينا الكرام. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع المشهد اليمني الكبير، نناقش فيه أيضا زاوية من زوايا هذا المشهد. في أمان الله.